السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين من بنيه ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين في كل مكان، حياكم الله ومرحبا بكم من جديد وبرنامج أمسية حسينية وهذه الحلقة الخاصة مع خادم الحسين الرادود الكبير سيد نعمان الفحام. حياك الله يا سيدنا. حياك الله أستاذ، وأهلا وسهلا بك وحيا الله الجمهور، وأكرر امتناني لجنابكم شرفتم من وقتك وبالعكس حاولنا أن نمر على ذاكرتك قدر المستطاع ولو تعبناك. والله اللي يكبر بعد ذاكرته تروح. لا أنت إن شاء الله كلك شباب، وإن شاء الله الذاكرة الحسينية دائما تبقى خالدة بالقلب وبالعقيل وبالضمير وفي خواطر الناس دائما إن شاء الله. مرينا ولو بالشكل السريع عن بدايات سيد نعمان الفحام، تأثره بالمدرسة النجفية الكبيرة الثرية المليئة بالأسماء المنبرية شعرا وخطابة وقراءة، كذلك صفحنا ولو إن صح التعبير بشكل سريع عن ذائقة سيد نعمان، رأيه بما يقرأ اليوم على المنبر الحسيني. المنبر الحسيني قد يتصور البعض أنه مرتبط فقط بشخصية الرادود، لكن الحقيقة أنه المنبر مرتبط بالخطيب وبالرادود وبالشاعر كذلك. ولكن أنه إحنا نريد نبقى في فضاء اختصاصنا، يعني ما نريد ندخل إلى موضوعة الخطابة ونتصفح موضوعة أنه خطباء اليوم وخطباء الأمس، نتركها إلى أهل الاختصاص، وإن كان لسيد نعمان رأي بهذا الشيء. لكن نريد نقف على مسألة الشعر ومسألة الإنشاد أو القراءة اللطمية المنبرية، ونريد أمر على موضوعة اليوم الفرق بين المنشد والرادود وكذا، ولكن نخليها مع مجرى الحديث اللي قد يكون ما يدري به البعض من المشاهدين، وهو أنه سيد نعمان الفحام أول رادود أو من بين أول الرواديد اللي دخلوا إلى صحن السيدة زينب وقرأوا في صحن السيدة زينب بعد الأحداث. نعم. بعد أن تعرف سنة 2013 هذه الحادثة بشكل سريع اللي ندونها للجمهور. نعم. شلون اجت الفكره؟ شلون كانت البدايه؟ طبعا اجت الفكره من باب انه احنا شفنا الاحداث اللي صارت في حرم السيده زينب، وبدت الناس انه تخاف تروح الى زيارتها من اوضاع السيئه اللي كانت موجوده. فاحنا شفنا انه في كل عزاء انه ان ايد، ان كان كربلاء او النجف، كربلاء يجون في وفاه امير المؤمنين يحيون وفاه الامام، شهاده الامام سلام الله عليه، وأهل الكاظم يجون أيضا في كربلاء الأربعين، وإحنا كذلك في سامراء وفي الكاظمية النفض صولات وجولات بالخدمة الحسينية. فشفنا أنه من الواجب علينا أنه نوصل إلى حرم السيدة زينب بهذا الظرف، بهذا الظرف العصيب. وما كان، ولا كنت أتوقع أنه يروحون أكثر من 20 شخص، وكانت ببالي أنه 20 شخص. صار اتصال بيني وبين سيد عارف نصر الله الله يحفظه من الشخصيات الحسينية في كربلاء، في كربلاء. فقال نتوكل بالله الروح، وإحنا شنو اللي نقدر. قلت للناس هم ما عدها يعني بهذا الوضع، فإحنا نطرق بيبان اللي هم عدهم إمكانية أنه يساعدوننا، وكانت لسه أتذكر التذكرة ب$300 ذهاب وإياب. فقال السيد أنا راح أسأل وأشوف من تجار كربلاء. أنا قلت لهم راح أطرق الباب من تجار النجف وبغداد اللي أعرفهم، والحمد لله والشكر مدوا الإيد. لقيت استجابة يعني. أي يعني أنا كنت قلت لك غير 20 شخص ماكو، لأنه موت من اللي يروح يعني ضريح السيدة زينب. تهديد بالموت يعني. مو بس تهديد يعني، حتى إحنا أنا أقرأ مجلس الله يشهد حرم السيدة زينب، ووقع صاروخ بنص الصحن والله العظيم، بحيث جابوا لي الشظة كل قطعة يعني أكثر من 3 كيلوات 4 وزنها شظة أسود مع القاذفة.
فما كنت متوقع أنه الناس تروح. وحتى سيد عارف قال إحنا جوز بينا 60 نفر، بس بعدين شفت أنه صارت الهمة، وأنا أسميها فزعة حسينية كانت للسيدة زينب. ولولا ذيك الرحلة اللي سماها المرجع الله يحفظه سيد محمد سعيد الحكيم من رجعنا، سماها هاي أسميها رحلة الفتح المبين، طيارتين من كربلاء وأكثر من 3 طيارات من النجف، ومجانا قامت الناس تدفع تدفع. أكم من دفع وكم من أنتم دفعتوا لهم مبلغ؟ أي لا، منو راح وياك رواديل؟ مكاتب المراجع كلها شاركت، كل مكاتب، كل مكاتب المراجع شاركوا. هذا اللي دفع 40 تذكرة، وهذا اللي دفع 3، وهذا يعني كل من جمعناها، بحيث صارت شلون الركضة تطوي رجل المطار هيك أوصفت. والله العظيم يعني صدق أدوا اللي عليهم، أدوا اللي عليهم، ونزلنا إلى مطار دمشق. حتى سيد حاضر تنسيق، سيد نسقنا مع سيد خالد العميدي كان موجود، ونسقنا مع الله يرحمه الشهيد عمران. الشهيد عمران إلى موقف مع زينب مثل موقف حبيب مع زينب يوم عاشوراء. يعني هذا البطل إلى موقف أنه كنت أنا أتواصل وياه أنه شلون راح نجي، الناس ترى برقابنا هاي العالم راح تجي، شنو اللي راح نسوي، من نوصل شنو المطلوب. قال برقبتي تعالوا، كل شيء جاهز، الباصات وكل شيء جاهز. يعني صار الأمان، هو نسق في سوريا، احنا نسقنا في العراق مع الطيران مع وبدت رحلاتنا. يعني طائرة ورا طائرة. من الحكومة العراقية انه هذا مثلا قد يعرض ابناء العراق؟ ما كانوا يقبلون، فتحت الابواب والعالم كانت ايضا المحلات كلها مسدودة. سيدي المخرج حاضر، ولا محل مفتوح. اشارة للمشاهدين، السيد نعمان فحام يتكلم عن قضية السيد، هو سيد خالد العميدي مخرج برنامج أمسية حسينية، كان من الكوادر الإعلامية المرافقة لهذه الحملة. ولولا الإعلام اللي هم بثوه كان ناس المصور راقب الشبلاوي أو الشبلي من أيضا من قناة الإمام الحسين، وكذلك الأخ حسين من قناة الأنوار الفضائية. وصارت كانت الأنوار وكانت قناة الإمام الحسين. دخلت إلى هناك وقرأت فيه، كان الوضع مرعب. لا، بالروحة الأولى أول سفرة أخوياكم كان خطيب؟ طبعا كان ويانا، كان ويانا الشيخ حيدر الحميداوي الله يذكره بالخير، وبعدين راح ويانا سيد جعفر المروج، وراح ويانا السنة الثانية كنت وياكم كان الشيخ علي السماوي، وشيخ علي السماوي جزا الله خير قام يجي كل رحلة، والشيخ كرار الدجيلي والشيخ جعفر الوائلي، يعني من الخطباء. عباس المؤمن أحسنت، راحوا خطباء هم بدوا يتواصلون، وأنا الله وكيلك قريت، وقرأ سيد حسن الكربلائي الله يحفظه. هذا سيد حسن الكربلائي فدائي، هذا كان تحياتنا إلى سيد حسن حسين، إن شاء الله نوفق حسين 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 والنعم منه. يعني كان مع وفد كربلاء. كربلاء نعم، كان سيد فقط حسن. مدينة النجف وكربلاء راحوا، اجوا ناس من غير كربلاء؟ لا، اجوا من الكوت ويانا، من يعني من باقي المدن العراق اجوا ناس. طبعا اجوا بس افراد، بس اكثر شيء كربلاء نجف. الى ان استتب الامور والامور صارت جيده، سمحنا مجال للنساء طبعا، لكن المجالس ما تصير روعة إذا مو ياها نساء أنه تساعد زينب. إحنا جايين إحنا رجال، لكن أنت النساء وحنينها ولطمها هو إضافة. شنو قرأت أول ما دخلت للسيدة زينب؟ هي أتذكر للشاعر علي ملا محمد والشاعر حيدر العارضي، كانت قصيدتي يعني قصائد لسان حال الموالي. يعني أول قصيدة اللي أتذكرها قلت خلي الما سمع يسمع احنا شبال حيدر، خلي الما سمع يسمع احنا شبال حيدر، صرختنا ولائية والزينب فدائية، احنا شبال حيدر. هذا العلي ملا محمد؟ العلي ملا محمد، تحياتنا، الله يبارك بك. ومن دخلنا للجامع الأموي، أول من دخل إحنا وأهل كربلاء شلنا رايات الزينبية لبيك يا حسين، وقمنا نهتف بالجامع الأموي. هي فهم قريت قصيدة قلت بيها، هو الشاعر علي ملا محمد، قلت رغم الزمان وغدره راية علي منتصره، رغم الزمان وغدره
راية علي منتصرة يمزي أنا بمن نطوف خلي أمية تشوف راية علي منتصرة. أحسنتم أحسنت 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 أكيد. فلأن القصائد هن بعثن الحماس عندهم، وأيضا سيد حسن القصائد اللي يقراهن يعني لسان حال كل موالي، أنه قرأنا شعر جديد وإحنا جايين فتح باب، ما قرأنا فد شيء يعني أنه من قصائدنا القديمة. لحظة ما كانت بيناتكم أنه هاي مدرسة النجف هاي مدرسة كربلاء؟ والله هذا التنافس يعني والله أبد. إيه؟ أبد والله كنا يعني من حسينية وحدة من طلقين أبد. سولف لسيد عارف قال أنه المجلس شو تريد، إحنا نزل موكب واحد، تريدون أنتوا تقرون إحنا نقرأ، المهم أنه ندخل موكب مهيب. أو صدق الحمد لله ما صار أي شيء بيناتنا إلا يعني التنافس الحسيني اللي واحد يحب أنه موكب يصير موكب بشجن بحزة من حقك، وهذا من حق أي أي رادود ومن حق أي أبو موكب كان روعة كان روعة. بعدين بدت قمنا نتمنى أنه من كل المحافظات عفوا أنه يحضرون، قمنا نقول لأهل طويريج ليش ما تنزلون موكب لأهل طويريج، امشوا ويانا، هاي تذاكر لكم، هاي مساعد الخدام الحسين اللي استاذنا وحبيبنا حج جاسم الطويرجاوي واستاذ ابو فاطمه العبودي، قلت لهم هاي تذاكركم وهذا الشغل ويلا تفضلوا. وصدق نزلوا، وسا اليوم نزل موكب لطويريج، وهاي السنه راح ينزل موكب لاهالي الحله الكرام اللي قلنا لهم يجب على الحله ان تنزل، وصدق راح ينزل فد موكب هاي السنه موكب مهيب. وايضا اهل الديوانيه الكوفه العلويه المقدسه تنزل موكب، وما شاء الله اليوم تلقى السرع على المواكب فتشي بصحن العقيلة زينب، وهاي الرسالة اللي احنا ردناها أنه حرم السيدة زينب يبقى هذا مثل دوي النحل. أحسنتم أحسنتم الله يسلم. الطريقة اللي قرأتها أعتقد قاعدة كانت قاعدة ذا اللي قرأتها. شو معنى المدرسة النجفية؟ احنا في النجف ما ردنا نعم. مركزة على مسألة يعني لازم القاعدة فتشي يعني بالنسبة للنجف أساسي بالمنبر. اليوم القاعدة بدأوا بيها من تقريبا مئات السنين. القاعدة اليوم تقدر أنه شنو الفكر اللي عندك تنزله، لأنه باللطم يحير الخادم، اللطم تحسه خاص للقضية الحسينية الحزينة الحزينة على اعتبار الجزع للإمام. القاعدة تصير فرصة إلى أن الشاعر يطرح بها مادة سياسية أو مادة اجتماعية. كل سياسي ينزل اليوم بالقاعدة وينتقدون يعني الله يرحم سيد كاظم القاضي. تتقبل أنت بالقصيدة اللطم وتكون لغة سياسية؟ لا أحبتي. فاصل ونعود وإياكم وسيد نعمان الفحام وإمام الحسين عودة وإياكم وأمسية حسينية وحلقة الخاصة الجزء الثاني مع خادم الحسين خادم المنبر الرادود الكبير سيد نعمان الفحام. حياك الله. حياك الله استاذ احمد. تعبناك احنا. لا بالعكس من وقتك. كذلك احنا نجدد شكرنا وشكرنا للحاج مصطفى حج جمال، شكر تعبناهم وشغلناهم ويانا، ولكن هذا يدي بالعكس ضيوف اعزاء. احسنتم الله يبارك بكم. ضيوف اعزاء. والله يا سيد نعمان الفحام الحوار وياك حتما جميل وإلى متعة خاصة أنه أنت تطرح رأيك الحسيني بوضوح وبصراحة وبلغة مهذبة بعيد عن التجريح والتقديح بالآخرين. اتطرقنا إلى موضوعة الإنشاد والرد والمنشد والرادود. اليوم أكو هذا الاصطلاح أو هذا العنوان أو هذه التسمية المنشد، شنو رأيك أنت كابن هاي المدينة ابن هاي المدرسة جايلت العفو عاشرت أو عشت مع الجيل الكبير الأسماء الكبيرة ومريت بجيلك هاي من هاي الأسماء وإجوا من بعدك أجيال، صحيح؟ كيف تقرأ هذا التسمية؟ طبعا هو اللي متعارف أنه ملة أو رادود حسيني هذا المتعارف. اليوم بدت هاي المنشدين اللي على الساحة نسمعها المنشد الفلاني، يعني المنشد اليوم بما هم يعتقدوا أنه المنشد أكبر من الرادود أو يعني أكثر ثقافة من الرادود. بس الآن مثل هذه أكو رواديد لهم مستوى ولهم جماهيرية ولهم حضور، هسه مو شرط عراقيين، أكو مو عراقيين أي جاي أشوف أنا مو عراقي ومقبولة عندهم ضمن مجتمعاتهم ضمن انتماءاتهم ضمن مقبولياتهم، يعني مقبولة هاي القضية. احنا اليوم نقدر اكو نميز اكو
اليوم من أصير أنا في وضع مطلوب مني قصائد حماسية للحشد وأبطال الحشد، أقرأ لهم قصائد بس قلت لك من ضمن ضوابط ما أطلع منها مستحيل أبد، أقدر أنا أقرأ أكو فد إيقاع خاص قصيدة ولائية أذكر بها الحشد وأشحذ الهمم. من قلت لك أنا من قرأت يا زينب هاي شور شفتها أنه أجت بوقتها المناسب، شفت الناس بعد ما لطمت وبجت وقلت لهم وقعدوا إن ملا حرم السيدة زينب ناس ما تقدر لو الذب أبرة أهم ما توصل للأرض من الزحام اللي صاير، حفوا على القبر مثل النحلة على الورد هيك صاروا، وبديت أقرأ يا زينب يا زينب لطم سريع زين نجحت وحماسية هم للحشد أقدر أقرأ، إلا أجيب آلات موسيقية حتى أنجح. الآلات الموسيقية أنا أعتبر أنه قلت لك فاشل اللي دخلها حتى مريد يعني ينجح أو تساهم يرمم إمكانياته مو متكاملة حاول أن يكملها. أجيت فد مرة واحد دعاني في حفل مولد قال سيدنا وتحية، وتدران بمواليد النجف يعني اللي ما سوته الرواديد أنا سويته، الألحان والمقامات والألوان الكلام اللبناني أنا اللي قريته بالنجف، والمصري أنا قريته بالنجف، وقريت البدوي زين اللي اللهجة البدوية النبطي النبطي كلهم ذني أنا قريتهم وأفتخر ما بس ما خدشت يعني الذائقة الحسينية كله بنمط. من أقول له يا مهند السيد هاشم الله يذكره بالخير ومن عليه بالعافية تحياتنا اكتب لي قصيدة باللغة المصرية، اليوم ماكو مصري يسمع الإنشاد العراقي ممكن، بس أنا أريد أقرأها بلغته. من أقول القصيدة هي اللي مقطعها أول ما يبدي يقول أو عم تقوليش فين الحسين بيعيش، أسأل هو عم تقوليش فين الحسين بيعيش، من تعرف فين في كل عاش الحسين شعر، أوعى أنت بيوم تسأل سؤال زيه في عيوني يدبح ليل اسمه شعاع ضيه، خليني في هيمان وعقلي في ولهان ده العقل عوز المين في كل عاش الحسين. لغة مصرية لكن كلام أتحداك تقول لي مو شعر، شعر وصل والناس حبته وكل المواليد. سيدنا قرانا المصري أقران اللبنان أكو قبول طبعا الساحة، دعاني تعال سيدنا أكو حفل عندنا وأرجوك أنه تحيل الحفل. سيدنا اليوم كثير من شعراء المنصة كتبوا قصيدة المنبر، أنت تعاملت مع شعراء المنبر شعراء المنصة وأكيد أنت كمختص وقريب من هذا الفن أو قريب من هذا الخدمة، أكو فرق بين قصيدة المنبر أكيد وقصيدة المنصة أكيد. المنصة إلها لغة وإلها مفردة وإلها جملة وصياغة أحسن. وأداء، والمنبر إلى جملته وإلى مفردته وصياغته وقالبه وأداء. كثير اليوم من الأسماء من المنصة دخلوا على المنبر، البعض منهم نقل لغة المنصة إلى القصيدة المنبرية والشواهد كثيرة. نعم صحيح. وقروها الكثير من الرواديد الكبار اللي موجودين اليوم على قيد الحياة، من كبار الرواديد إلى الرواديد الشباب قروا لغة المنصة على المنبر، أحيانا نجحت أحيانا ما نجحت. أحسن صحيح. أنت سيد معمار فحام قريتها لو ما قريتها وشنو رأيك بيها؟ طبعا مثل ما تفضلت أنه كثير من الشعراء اللي هم مختصين بالمنصة قاموا يكتبون المنبري، لكن إذا تسألني يبقى شاعر المنصة منصة، والشاعر الحسيني اللي هو بدأ أساسه حسيني يختلف من السماء. يعني منبري قصدك؟ منبري اللي هو يعرف أنه المنبر، وهسه كثير من شعراء المنصة يسألني يقول أنا أريد أكتب شلون والتسليم وشلون أبدي وشلون، يجوز لأنه بالبداية بس بعدين يتعلم. لا هو تعلم تعلم وقام، لكن ما يعني ينطي مثل ما شاعر القصيدة الحسينية المنبري يعرف شيء يكتب بيها. يعني تحس انه الشاعر المنبري لما يجي يكتب قصيدة المنبر يكون اكثر احتراف طبعاً من شاعر المنصة؟ طبعا اكثر احتراف ويوصل الفكرة اللي يريدها. هذا شاعر المنصة، المنصة اكو بها ضربات بالشعر اللي هو يريد الجمهور ينتبه لها، وهذا شغله وفنه. اي ما يصير اليوم المهندس يجيب شغل الطبيب، لا ما خلينا المهندس بس احنا اليوم عندنا شواهد انه كثير. أنا جاي وياك بالموضوع. أوكي.
يعني قصدي هو يريد يقدم فدشي لكن عنده ضربات بالقصيدة المنبرية اللي يسويها وهو شاعر منصة يعني هي من المنصة بتجابها تحسها مقحمة يعني كلش يعني مو بمكانها ولا حتى بها مرات إساءة بس هو يريد يطببها إساءة حتى بها إساءة هواية بها اليوم شاعر المنصة من دخل على القصيدة المنبرية هواية أكو إساءات هواية تجاسر على مقام العباس تجاسر على مقام زينب يعني فد شغلات ما مقبولة بس بالمنصة من يقرأها هو تمشي لكن في المنبر لا اليوم تستوقفني وأقول لها هاي مو صحيحة أنت ما تعاملت مع شاعر أنت تعاملت مع شاعر منصة أنا المتحدث ويا شاعر منصة كتبت المنبر كتبت وتعامل ويا سيدنا على الخفاجي تتعاملت وياه تعاملت علي ملا محمد تتعاملت وياه علي ملا محمد أيضا شاعر منصة بس هو لا على المنبري بس هو المنبري هو منبري كتب المنصة سيد سعيد الصافي منبري كتب المنصة صحيح مو ذولا لكن أنت أكو من شعراء المنصة يعني هسه ماكو من شعراء المنصة اللي أبدع بالمنبر وكتب اليوم هو قصائد لا أكو الشارع قبلها أكو مبدعين وأكو يعني قدموا فد شيء جدا رائع ومن خلال قصائد الفخر والبطولة مو أقول لك الحزن اللي بالحزن أساءوا يعني يريد يرسم له فد صورة على زينب لكن هي مو صحيحة مو صحيحة اليوم المدرسة النجفية بها رواديد هواي جيل اللي بعدك رتب لي تسلسل تقدر يعني ما أقدر أرتب لك تسلسل منو اللي مثلا ممكن تحسهم أنهم هذول راح يحملون راية المنبر النجفي مؤهل والله ما أعرف ما أعرف ما أقدر أقول لك أي اسم سيد نعمان ما يعرف العد من أي ما أقدر أقول لك أي اسم تدري ليش يعني مثلا مثل ماهر الشبلي أحمد الفتلاوي زيد بقر الشام يعني ذولا أسماء كثيرة يعني مرادين هو أكو غيرهم هم مبدعين ما معروفين ما مبدعين اذكر اسمهم خلي الشارع يعرف مبدعين لا شنو المانع أن تذكر اسمهم ليش إذا أذكر كون أذكر الكل وأنا يعني ما أقدر أذكر اسم وأنسى اسم اللي مرات أنت تدخل على منبر وأنا من أكون أبو بشير يقرأ مجلس ومن أدخل أنا يقول أنا أعتذر سيد نعمان الفحام وأقرأ والجاسر قدامه هذا يطيني فد شيء هواي رائع وأكو منهم يعني أنت معلمه وموصلة للساحة وقايل له هاي الأمور ذني وذني نجح عنك وتعتبر أستاذ إلي من ما عند هاي التفاعل وهاي القضية أبد هذا رسالة عتب لا مو رسالة عتب هذا هذا فد فد احترام للرادود أنه يوصل لأعلى مرتبة إذا يشوف أستاذه موجود يقول أنا أرحب بي أو أعتذر أنا كان بودي أمر بعد وياك على لكن أكو أسماء ما معروفة من يشوفك هواية يستوقف ويقول لك أنه هذا الرادود الحسيني الوقت انتهى يا سيد نعمان وبكل صراحة نتمنى للشباب كل التوفيق كنت مستمتع وياك الله يبارك فيك الله يحفظك وتقبلت أحمد ماضي ب لا كان كلام ما طرحه في فائدة إلي ولا لكل بركة أنا أتمنى أنه تصير الفرصة أنه أستضيف سيد نعمان الفحام في حلقات أخرى إن شاء الله تكون في كربلاء في زيارة الإمام الحسين نتشرف أن تزورنا في قناة الإمام الحسين الله لا يحرمنا من زيارة الحسين وهذه القناة يعني صدق لها بصمة بالشعائر الحسينية أحسنتم الله يبارك بكم إليك ولكل إدارة اللي بيها وكل إحنا مع قناة الإمام الحسين شكرا إليك الله يحفظك ممنونين يا سيد نعمان تحية إليك والسيد المخرج والشباب اللي حاضرين وياه وجدا يعني استمتعنا بوجودكم الله يحفظك حياك الله استاذ شكرا الله يسلمك احبتي متابعي قناه الامام الحسين هذا ما يسمح به وقت حلقه امسيه حسينيه كل الامتنان والتقدير لحسن متابعتكم كل الشكر للحبيب الرادود الكبير السيد نعمان الفحام شكرا لعائله الحاج جمال شكر ابو مصطفى شكرا للكادر اللي تعبوا ويانا راقب وحسين بالتصوير الإخراج سيد خالد العميدي تحياتي من إعداد والتقديم أحمد ماضي أستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم في أمسيات حسينية قادمة في أمان الله Oh, 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 oh